السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الرباط إلى مراكش مع للا حليمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الحاج طيب. مرحبا بك للا حليمة. أهلا وسهلا أستاذ. يا أهلا وسهلا بك. جزاك الله عنا خير الجزاء. أكرمك الله للا. بارك الله فيك أستاذي، ونطلبه من الله سبحانه وتعالى وهذا اليوم الفاضل رفع عنا البلاء. يا ربي يا ربي. جزاك الله عنا خيرا أستاذ، وتعلمنا منك الشيء الكثير الكثير الكثير. أستغفر الله لله. الله يبارك فيك، ودانت عني أنا هموم كثيرة وكبيرة بزاف، ولكن ربي كبير، وبفضل الصلاة على الحبيب ربي يرفع عني الموانع. الله أكبر. أنطلب من الناس كلهم يتبعوا الصلاة على الحبيب واستغفار، يا ربي يكون قلبهم عامر بالله، وربي كيرفع كيرفع البلاء. ونعم بالله لا شك ولا ريب. لا إله إلا الله. وأنا تزوجت والسن ديالي 20 سنة، وفي 23 سنة توفى الزوج ديالي، الله الله، وعشت هموم كبيرة جدا، ولكن دابا الحمد لله والشكر لله القلب عامر بالإيمان. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله أستاذي. يا ربي الله يك بارك الله فيك، ونطلبوا منك الدعاء، ونطلبوا منك ادعي معنا، وادعي الله سبحانه وتعالى يعوض ما خيرا مضى، وادعي معي أستاذي، كنترجاك ادعي معي في هذا النهار المبارك. يا ربي يا كريمة بنتي، يا ربي حفظك الله ورعاك الله وأحسن الله إليك. شكرا لك بنتي حليمة، وعظم الله أجرك. وللا حليمة، ربما إلى تفكرتي الأيام اللي دازت عليك من هم وغمين، راها مضت، أنا غير حنا كنكبروها. أش غادي يوقع في ملك الله؟ أخطر ما قد يقع وهو الموت، مات حبيب لنا أو قريب لنا أو حتى حنا متنا، أش غادي يوقع من بعد؟ رحلة إلى الله. حنا ما نخافوا من الموت، علاش؟ لأن هو مكتب ربي عز وجل يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. اللي مكتب عليه الله تعالى الكتاب، راه مكتب عليه ملي كان جنين في بطن أمه، كتب الله علينا جميعا ساعة قبض أرواحنا في الزمان والمكان، يكون كورونا ولا يكون حوادث السير ولا يكون ازدحام في مكة المكرمة ولا يكون غرق في البحر ولا يكون الله أعلم ولا يكون نوم في البيت معزز مكرم بين العائلة والأحباب، كل هذه غير أسباب. لكن أي مخلوق منا لما خلق وكان جنين في بطن أمه، هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه نطفة 40 يوم، ثم يصير علقة مثل ذلك، ثم يصير مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بأربع كلمات: أجله ورزقه وشقي أو سعيد. كي تكتب الأجل وكيكتب لك الله تعالى هاد النفس، كل نفس كيكتب لها الله تعالى متى ستموت وكيف ستموت وأين ستموت، كل شيء مكتوب في سجل محفوظ، غير تهنى، غير كي يقولوا المصريين ضع في بطنك بطيخة صيفي، ما تخاف ما والو، واللي بغي يهرب تهرب تتشبع، غدوز في المحطة اللي وضع الله تعالى. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ليس يبقى مطمئن لله ولا داعي لكي يحزن ويغتم. دابا بنتي حليمة، الأيام اللي مضت عليك بالهموم راهي مضت، غير انت يكتي مزير في قلبك تلقيها وربي كبير سبحانه. لالا حليمة، عندنا واحد الحاجة مهمة في الدين، قانون إلهي كيتسمى قانون ديال صندوق التعويضات الإلهية. هناك صندوق صناديق الرحمن كثيرة، خزائن. احنا في الدنيا عندنا صناديق، صندوق التقاعد، عندنا صندوق التغطية الصحية، عندنا صندوق الطوارئ، عندنا صندوق التضامن مع فلسطين ودعم البيت المقدس، عندنا صناديق. لكن الله ما عنده صناديق، الله تعالى عنده خزائن السماوات والأرض، ومن هذه الخزائن كاين واحد الخزينة عظيمة كتسمى قانون التعويضات الإلهية. اللي ضاعت لك ربي غادي يعوضها، ما تخافش. اللي ضاعت ما تقولش أنا ما عندي زهر وأنا يا فات علي الفرصة، ما كاينش الفوت. اللي ضاعت غتعوض، وكلما تأخرت راه كاين فيها الفائدة زائدة.
عند الله تعالى في خيرات وبركات، لكن بشرط أن الإنسان يكون عنده اليقين في الله وعنده دائما حسن الظن بالله، وما يبقاش يتحاسب مع الخلق. انسى عليك الخلق، الخلق إياك أن تطمع فيهم وإياك أن تمد يدك إليهم، خليك غير مع الخالق. ثم ولا تنسوا الفضل بينكم، وتلقى بأنك هذيك تسمى شروط الانخراط في صندوق التعويضات الإلهية، كتكون عندك واجب الانخراط، ومن ثم اللي ضاعت ربك يعوضك. ضاع لك مال، ربي غادي يعوضك بالأضعاف المضاعفة. ضاعت لك وظيفة، والله سيعطيك الله أحسن منها. ضاعت لك زوج، ربي يجيب لك زوج أفضل منه. اللي ضاعت لك ربك يعوضها. فأسأل الله الكريم من تحليمة أن يحفظك ويرعاك وأن يعوضك خيرا عظيما في القريب العاجل. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.